السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في قناتكم سيمبلي فوديا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل السلسلة الخاصة بشرح الإجراءات التصحيحية في مثال عصير البرتقال من قناتكم سيمبلي فوديا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشرح مرحلة البسترة، وهي مرحلة مهمة جدا جدا. هنشرح موضوع الإجراءات التصحيحية الخاصة بمرحلة البسترة، هي طبعا السي سي بي رقم واحد عندنا. طبعا في أسئلة مهمة جدا لازم نعرفها زي ما تعودنا، متى وماذا ومن وإيه المحاضرات. أول حاجة، متى نقوم بعملية الإجراء التصحيح في خطوة البسترة؟ إمتى نعمل الإجراء التصحيح؟ لما يكون فيه هناك أي انحراف أو خيوط في المقياسين الرئيسيين للبسترة، اللي هي درجة الحرارة أو الوقت. لأن الطبيعي في الـ Ultra High Temperature اللي هي درجة الحرارة العالية جدا للغاية، اللي هي طريقة البسترة في المثال بتاعنا في عصير البرتقال، إن بتكون درجة الحرارة 137.8 لمدة 2 ثانية. أي انحراف في هذه المقاييس بتكون فشل، بيكون فيه فشل في عملية البسترة، وده معناه ان ممكن يكون لسه فيه اي حاجة تسبب نمو بكتيري داخل العصير. فمتى بعمل الاجراءات التصحيحية لعملية البسترة في اي حيود عن في المقياسين الرئيسيين دول هو للبسترة، اللي هي درجة الحرارة او الوقت. طيب ايه اللي انا بعمله بقى؟ ماذا يتم؟ يتم إعادة تمرير المنتج الغير مبستر في عملية البسترة مرة أخرى عن طريق وصلة فرعية مثلا بدي المثال، أو تحويلها لنفايات أو هالك وتعبئتها في حاويات نفايات مخصصة ومميزة بلون، زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات أي هالك بنتعامل معاه إزاي. طيب من يقوم بهذا الإجراء؟ طبعا مفتش الجودة هو مسؤولية كبيرة جدا، مع طبعا زملاء العمل سواء من فريق الإنتاج أو فريق الصيانة، ان هم ياخد الاجراء التصحيحي بتاعنا، وفي نفس الوقت يبحث عن السبب الجذري لفشل البسترة، اما بقى بالنسبة لدرجة الحرارة او الوقت زي ما قلنا. طبعا ولازم يكون البحث في الاجراء التصحيحي او السبب الجذري ان احنا لازم نعرف ايه اللي حصل في عملية البسترة ادى لفشلها. ممكن يكون في فشل تكنولوجيا البسترة نفسها بالكامل، او بسبب اخر وفقا بقى لنتائج تحليل السبب الجذري. وتحليل السبب الجذري في مشكلة البسترة أو أي مشكلة عندنا في أي خط تحسب لازم يكون موثق ومعتمد. موثق يعني إيه؟ يعني مكتوب، ومعتمد يعني ممضي من فريق الحسب إن هم عارفين إن ده الإجراء التصحيحي، أو عارفين إن ده السبب الجذري في المشكلة الخاصة بالبسترة، لأن دي حاجات نقاط التحكم الحرجة كريتيكال كنترول بوينت مهمة جدا بالنسبة لنا. طبعا المخرجات الخاصة هي كلام مش جديد، إن هو طبعا إن إحنا نفس تقريبا ماذا يتم، ان احنا اعاده تمرير المنتج الغير مبستر في عمليه البسترة مره اخرى عن طريق وصله فرعيه مثلا، او تحويلها لنفايات او هالك وتعبئتها في حاويات نفايات مخصصه ومميزه بلون يتم تهلكها وفقا لخطه السلامه والصحه المهنيه في المصنع. انا بشكر حضراتكم جدا، وبشكر كل الدعم اللي حضراتكم بتقدموه للقناه، وان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم هنشرح حاجة مهمة جدا برضو، وهي سي سي بي رقم 2 او كريتيكال كنترول بوينت رقم 2، نقطة تحكم الحرجة رقم 2، اللي هي عملية الاكس راي او امرار العبوات الخاصة بالعصير البرتقال على جهاز الاشعة السينية، وايه هي الاجراءات التصحيحية الخاصة بذلك. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.